بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وشفعت لك الأكفار، فيسر لك صفر خائبة، وقد وعدت في كتابك المبين على لسان نبيك الأمين بإجابة دعاء الداعين، فيسألك اللهم لهذه المرحومة التي طال عمرها وحسب ما سمعنا وتلقينا من جيرانها ومعارفها حسن عملها، اللهم إننا نشهد ويشهد لها من يعرفها بأنها كانت حسنة الأخلاق وكانت طيبة الإنسان. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: ما يوضع في ميزان يوم القيامة أحسن خلق. اللهم ثقل بحسناته ميزانها، آمين، وارحم غرباتها واكشف غرباتها ونور قبرها واجعل البركة في ذريتها واجعلها من أهل الجنة يا مجيب الدعاء. اللهم اجعلها من أهل الجنة يا مجيب الدعاء. اللهم إن الشفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن من صلى عليه أمة من الناس يتقبل شفاعة فيه، والأمة من 40 إلى 100، وفي بلادنا المسلمة المؤمنة يجتمع على الجنائز عشرات المئات من المسلمين المصلين. اللهم تقبل دعاءهم وتقبل شفاعتهم، آمين، وبارك فيهم وفي أهاليهم وفي معارفهم، آمين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا، اللهم أسألك يا هاشم المرحومة أن تجعلنا لواصل رحمتك وتسكننا لتصحيح جنتك وتجهز وأن تعظم الأجر لكل من لا هو فيها قطرة دم، سواء قطرة دم سواء كانت عن طريق المصاهرة أو عن طريق النسبة الدموية. اللهم يبيع لهم الأجر ويرزقهم الصبر ويرزقها يا الله النور في القبر وشفاعة سيد الرسول صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. هذا الجمع المبارك الذي يدعى حق المسلم في هذا الطرف الحريج وفي هذه الحرارة وفي هذه الصعوبة من أي جهة ومن أي منطقة جات، أم حسبنا إلا كان عملنا تبع إلا كان الناس كمن جاء سواء اللي جاء من طمراس أو اللي جاء من من بلدية المدن أو من بلدية هنا أو من أقلية أو من شيخ أي موضعها اللي في القناة المسالمة كان يا رب ثبت لها الأجر الذي أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم. من صلى على الميت ثم رجع من أجل القراءة، ومن صلى وحضر الدخل رجع من أجل القراءة، كل قراءة في جبل أحد. الله يثبت لكم هذا الأجر، الله يجازيكم بخير على هذا الترابط وعلى هذا التضامن في هذه البلد المؤمنة. لا تسأل عن إنسان عن لونه ولا عن جسده ولا ما الميت الناس يسأل لكل، الله يجزيهم بخير، بخلاف البلدان الأخرى لا يصلون إلى على الشرى ولا يصلون إلى على الأموال. الله يجزيكم خير على المحبة وعلى هذه المودة يا أرحم الراحمين، آمين. اللهم توفنا مسلمين ورحمنا بالصالحين يا رب ارحم الاموات. اللهم اشف المرضى، امين. كان اناس لهم يطلبوا الدعاء وهم ذهبوا الى العمليات واناس في العمليات واناس في كامل العمليه. اللهم يا رب اشفي كل مريض، الشفاء بيد الله لا بيد الطبيب، لا في موسى الطبيب ولا في دواء الطبيب ولا في مرض، وانما الشفاء بيد الله تبارك وتعالى. الله يسلمك الاجر يا ارحم الراحمين، امين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، بشروا برحمة وجنات لهم فيها نعيم وسيم خالدين فيها، إن الله عنده العظيم الذي نصر الله من الحسنى. أولئك أمدون لا يسمعون حسيسا سمعنا نابصرنا على القوم الكافرين، سبحان عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.